بدأت التحضيرات المبدئية خلينا نقول للرحلة من خلال أعضاء المركز طبعاً باجتماعات داخل المركز مركز ناتلس الكويت. أمانة حطينا جميع الفرضيات والاحتياجات اللي إحنا راح نكون إن شاء الله محتاجينها خلال الرحلة. طبعا اول ما وصلنا اليخت كان منور، نزلنا دشينا باليخت. طبعا صالات كبيره، ما توقعت الشيء هذا يكون موجود. توقعاتنا انه يكون اليخت بسيط متواضع، لا صار فوق يعني فوق التوقعات. توقعت اول ما رحت كنت حاط ببالي ان كل يوم راح نطلع البحر وبعدها نرجع مثلا بالليل ونبات ونقعد الصبح مره ثانيه ونحرك. فاول صدمه كانت لي ان اول ما طلعنا كان اقول لهم ها متى راح نرجع بالليل؟ قال لك بنرجع. هاي شلون؟ قال لا في 7 ايام راح تقعد فيها بالبحر وراح تكون تنزل الدور اللي تحت السرداب، ممر طويل على يمينك على يسارك كله غرف. طبعا الغرفه تشيل شخصين، سريرين منفصلين، وعزكم الله في كل غرفة حمام خاص فيه. طبعا الحمام مجهز كامل. ممنوع التصوير داخل غرفتنا رجاءً. برايفسي برايفسي حبيبي برايفسي. أبو يعقوب أهلين. شلون الغرفة؟ والله نار. تمام باجي. الحبيب طاقم اليخت أنا سميتهم السنافة صراحة، كل واحد ماسك شغله وماسكه صح، انه خذه ويا المساعد ما له شغل ولا شيء ثاني. طبعا هو خلينا نقول ربان السفينه، ربان المركب كله، هو الامر الناهي على كل شيء، ولكن تخصصه لسياقه والقطاع اللي ودينا اياها وكذا. طاقم اليخت كانوا تقريبا 11 واحد تقريبا، من نوخذه ومن شيف ومن مساعدين، يعني صراحه ما قصروا معانا، يساعدونا وقت الغوصة. إذا نطلع من الغوصة يساعدونك، يعبونك الهواء بالسلندر. يعني أمانة ما خلوا علينا قاصر صراحة الطاقم. الأكل روعة، شيء عالمي صراحة، يعني سواء وجبة الريوق كل اللي تبيه بخاطرك تحصله، وجبة الغداء الناس اللي تتاكل سيفود موجود، تتاكل دياي موجود، سلطات انواع مختلفه، تخلص من الغداء تدش على الحلو كذا صنف موجود، ولا كانك بيخت ولا كانه مطبخ صغير، مطبخ تحضير، يعني تقول مطبخ فندق ولا مطبخ مطعم. الجرس يطق بريفينج، ما حد له شغل فيه، يطق علينا المنبه داخل غرفنا ولا حد له شغل فيه. اقوم من النوم اغسل ارجع باب غرفه وقعد اقول لهم اصحى يا نايم، وقعد اكسر البيبان لين يقومون كلهم اصحى يا نايم. يلا يا شباب يلا يا نايم. بص قعدة الصبح هذه احلى قعدة يمكن بالسفرة كلها، ويمكن بالنسبة حق شباب وايد اصعب قعدة، لكن بالنسبة حق غوص هي احلى غوص، لان تقوم من النوم تغسل تغوص على طول، سواء كان ريف سواء كان طبعانه على حسب الجدول اللي كان مرتب. وعقب الغوصه تطلع شنو تلقى؟ تلقى بوفير ريوق زاهر. طب تخيل الغوصه طبعا وايد حلوه، زين كل غوصه احلى من الثانيه، كل غوصه لها جوها. في غوصات الصبح لها جوها، غوصات الطبعانات لها جو ثاني، وغوصات الليل كان لها جو ثاني. فكل غوصة تميز عن اللي بعدها واللي قبلها صراحة، ما في غوصة مشابهة. من نازل مع الشباب وهذا، لكن الحمد لله يعني شيء مميز. والبلو طبعا أهمية الريف عندك
طالع الريف، طالع هالسمك هذا يمينك ولا يسار، طالع الصوب الثاني اسود بام. انت تتوقع يعني تشيك دايف ما راح تشوف فيها شيء، بس بتشيك على شغلك، بتعرف امورك اوكي، بتقيس الويتات مالتك، فتنصدم ان غوصتك هذه تشوف فيها دلافير. طبعا تسل جورم هذه من الحرب العالمية الثانية، فيها سيارات، فيها سياكل، فيها دبابات، فيها اشياء يعني من حتى عزكم الله الجواتي للحين موجودة. فهذه لما تتمشى داخلها تشوف انت تاريخ، ما تشوف بس والله طبعانة مثلا خلينا نقول قصار ولا شيء قاعد تمشى دار مدارة، لا فيها شغلة ثانية. في طبعانات لها متعتها ولها طابعها يعني بالغوص، ولو كنا متخوفين كان أول مرة يعني بتنزل في أماكن ضيقة ومغلقة وكذي، بس بالعكس يعني تفوقنا على شيء ولله الحمد. تفاجأت أو هم هم تفاجأوا إن صارت في مناسبة اللي هي كانت عيد ميلادي، كنا بوسط على قولتهم البحر، فما أدري شلون وفروا لي الكيكة الله يجزاهم خير ويعطيهم العافية كلهم، سواء الأستاذ ولا جزاك الله خير. جزاك الله خير، بيض الله وجهك. لا طالع أنا بعد وبالفعل كان التخطيط ان احنا نكون نرسي على جزيره في نهايه الرحله ونسوي خلينا نقول باربيكيو وحفل شواء داخل الجزيره، باعتبار انها اخر ليله راح تجمعنا ويا بعض في الرحله هذه. وبالفعل الحمد لله تنفذ الموضوع ووصينا على المشوي واللحم وكذا، ونزلنا على الجزيره وفعلا يعني قضينا وقت وايد وايد للامانه حلو بصحبه الشباب الطيبين. زدايك يا نايم ما شاء الله حبيبي. يعني الغوصة الأخيرة اللي كانت وايد مميزة اللي هي غوصة اللي فصلنا فيها، طبعا آخر غوصة كانت وايد احتفالية. تحس الشباب أول يوم يمكن تلقى يعني الغوص كان شوية صعب عليه، بس مع الغوصة الأخيرة تحس إنه صار متمكن، عارف شو يسوي، يركب سلندرة عدل، يتأكد من شغله، كل شغله صار كامل، كل شيء صار يعرفه. فسبحان الله يعني بعد 21 غوصة بالممارسة يوميا غوصة غوصتين ثلاث راح تلقى نفسك انت يعني خلاص بديت تحس الموضوع طبيعي. الله قصر الكابتن محمد والله يعودها ان شاء الله كل سنة وكل عام ويا بعض ان شاء الله. شيء ما توقعناه مرتب وفوق الخيال الحمد لله. زين ما يحلم بصراحة جاهز. صار وايد وايد روعة، الأكل هم بعد وايد حلو، كل شيء كان مرتب. أنا رحنا طيب يستمتع بالمناظر والأماكن حلوة، الله يعطي العافية حق الكابتن وياك. عجيب الرحلة إن شاء الله، الله يوفقنا وياك. صراحة عجيبة ما توقعت أنا صراحة شيء صراحة السفاري عادل عال. أول شيء جزاه الله خير كابتن محمد.